بسم الله الرحمن الرحيم. رح نحكي إن شاء الله في هذا الجزء من المحاضرة، ورح نبدأ بموضوع كتير مهم اللي هو موضوع النات اميونيتي، اللي هو الشابتر الثاني اللي عندنا بالمادة. رح نتكلم في هذا الجزء إن شاء الله عن أو رح نبدأ نحكي عن أهمية الامبورتنس تاع النت اميونيتي بالنسبة للاميونيتي بشكل عام. رح نحكي عن الميجر فانكشن اللي يعني بيقوم فيها النت اميونيتي في الجسم. الفانكشن هدول طبعا هيهم موجودين في صفحة 4، هم عبارة عن فور فانكشن. رح نبدأ بالفانكشن الاولى اللي هي ريكروتينج اميون سيل تو سايت اوف انفكشن. شو يعني هذا الكلام؟ يعني النت اميونيتي مسؤول بشكل اساسي عن حركه الخلايا او خلايا المناعه للمنطقه اللي فيها الانفكشن او المنطقه اللي عماله بيصير فيها هذا الالتهاب او عماله بيصير فيها هذا الغزو، سواء زي ما حكينا اما ممكن يكون هذا الغزو او هذا الانفايدرز او هذا الاشي الغريب، هو ممكن يكون بكتيريا، ممكن يكون فيروس، ممكن يكون باراسايت يعني طفيلي، ممكن يكون حتى الليرجين اللي هم اتفقنا اللي هو الاشي المحسس او الاشي اللي ممكن بعض الناس او بعض الاشخاص يتحسسوا منه. طيب بدك تحكي لي، طب مس كيف يعني بخلي الخلايا هذه تيجي لمنطقة الانفكشن؟ عن طريق مركبات بنسميها سايتوكاينز، عن طريق مركبات بنسميها سايتوكاينز. انا كتبت لكم بس هنا باختصار شديد تعريف، كتبت لكم باختصار شديد هنا تعريف السيتوكاينز اللي هم عبارة عن كيميكال سبستانس، عبارة عن مواد كيميائية، عبارة عن مواد كيميائية معينة، عبارة عن مواد كيميائية معينة. حبيت اني اكتب لكم تعريفها زي ما حكينا هون. اذا هي عبارة عن شو؟ عن chemical substances، عبارة عن سوائل كيميائية او مواد كيميائية بنتجها جهاز النات اميونيتي بمكونات مختلفة. ممكن تكون بعض الخلايا بتنتج المواد هذه حتى تنشط الخلايا اللي زيها والخلايا اللي من نوع تاني. بدك تحكي لي مس دخلنا بالحيط، معاكم حق. السيتوكاينز يا جماعة هي عبارة عن مركبات كيميائية بتطلع من خلايا معينة، تمام؟ الخلايا هلأ لما بتطلع من خلايا معينة، هلأ هاي الخلايا ممكن أو هاي عفوا المواد ممكن تنشط خلايا من نفس النوع، ممكن تنشط خلايا من نوع تاني، وعلى فكرة ممكن كمان تنشط خلايا من الأكوارد إميونيتي، يعني ممكن تنشط جهاز الأكوارد إميونيتي. تخيل يعني ممكن النيت إميونيتي ينشط الأكوارد إميونيتي، يعني ممكن أنا هاي السيتوكاينز تطلع من مثلا نوع من أنواع الخلايا اللي هي بتنضم لجهاز النات اميونيتي او للنان سبيسيفيك اميونيتي، تروح السيتوكاينز هذه تنشط بي سيل او تنشط تي سيل. وزي ما حكينا المره الماضيه انه البي سيل والتي سيل هذول اشياء الاكوايرد اميونيتي او اشياء السبيسيفيك اميونيتي. ركز معاي في الحكي اللي انا بحكي لك اياه. السيتوكاينز هي عبارة عن مواد كيميائية بتطلع من خلايا معينة، هذه الخلايا هي من جهاز النيت اميونيتي، ممكن تكون زي النيوتروفيل زي المايكروفيج. هلأ السيتوكاينز هذه ممكن تنشط نفس النوع من الخلايا، يعني شوف النيوتروفيل تنشط النيوتروفيل، او ممكن تكون مثلا مونوسايت تنشط النيوتروفيل، والاثنين هم من انواع خلايا النات اميونيتي، او ممكن انه هاي السيتوكاينز اللي طلعت عندي من النات اميونيتي تنشط لي ايش؟ بي سيل وتي سيل، يعني تنشط لي ايش؟ سبيسيفيك اميونيتي. فاذا هي فقط الفكره انك تعرف انها عباره عن كيميكال سبستانسز produced by innate immunity. ايش بتعمل؟ activate immune cell، سواء كانت هذه الاميون سيلز اللي هي بتعملها activation منتميه للinnate immunity او منتميه للacquired immunity and enhance it. ايش يعني؟
بتشجعها انها تيجي على مكان الانفكشن. هاي زي هون يعني تخيل هاي السيتوكانز نشطت نيوتروفيل مايكروفاج حتى تيجي على ساحة القتال او ساحة المعركة على الانفكتد تيشو وتساعد في القضاء على الانفايدرز او على الميكروبس اللي عندي. فيا ريت نركز شوي على مفهوم السيتوكانز. بعيد مرة تانية، السيتوكانز هي عبارة عن مركبات كيميائية تطلع من الانيت اميونيتي، تطلع من بعض خلايا الانيت اميونيتي حتى تنشط اما خلايا النت اميونيتي تانية او ممكن في بعض الحالات تنشط خلايا اكوايرد اميونيتي. اذا ممكن تنشط خلايا النت اميونيتي تانية، ركزوا معاي، ممكن تنشط خلايا النت اميونيتي تانية، يعني ممكن تطلع من نيوتروفيل تنشط النيوتروفيل او تطلع من نيوتروفيل تنشط ماكروفاج. وزي لما رح نحكي كمان شوي انه المايكروفاج والنيوتروفيل يعتبروا من خلايا النت اميونيتي، او ممكن هي طلعت مثلا من مايكروفاج او طلعت من نيوتروفيل تنشط بي سيل وتي سيل، حسب نوع السيتوكاينز اللي عماله طالع عندي، حسب نوع السيتوكاينز اللي عماله طالع عندي. هاي يا جماعه هي شرح اول فانكشن من الفانكشن تاعون الانيت اميونيتي. الفانكشن الثانيه هي اكتيفيشن اوف كومبلمنت سيستم، والكومبلمنت سيستم هذا لحاله قصه وحكايه. طبعا الكومبلمنت سيستم هو احد اسلحه الانيت اميونيتي، لكنه بيشتغل ب خلينا نحكي بسيكونس معين او في بروسيجر معين، واللي راح يكون له محاضره متخصصه راح نحكي فيها عن البروتينات اللي بتكون منها. هو هذا الكومبلمنت سيستم عباره عن مجموعه من البروتينات اللي إلها القدرة على قتل والقضاء على الميكروبات المختلفة، وإلها طبعا طرق مختلفة وإلها باثوي معينة رح نحكي عنه في محاضرة منفصلة. الفانكشن الثالثة هي identification and removal of foreign substances present in organ tissue blood. هذا النقطة ركز معي، removal of foreign substances يعني القضاء على أي جسم غريب، سواء كان هذا الجسم الغريب هو باراسايت او فيروس او بكتيريا، او ممكن يكون هذا الجسم الغريب زي ما حكينا الليرجين او كانسر سيل، او كانسر سيل غريبة عن الاورجنز، غريبة عن التيشو، فبنضطر ان نطردها الى خارج الجسم. طيب في عنا الوظيفة الاخيرة واللي حكينا عنها قبل شوي، واللي هي كمان بتكون عن طريق السيتوكاينز، اللي هو اكتيفيشن اوف ابديتيف اميون سيستم او اكتيفيشن للسبيسيفيك السبيسيفيك اميونيتي. وهنا بصير الكلام بطريقتين، اما عن طريق السيتوكاينز، يعني السيتوكاينز تطلع من النيت سيل تروح تنشط بي سيل او تي سيل، او عن طريق اشي او ميكانيزم معينه بنسميها انتيجين بريزنتينج سيل. وهذه الميكانيزم رح نحكي عنها اكثر لما بنحكي ان شاء الله عن الاكوايرد اميونيتي. لحد هون بيكونوا خلصوا الفوائد تاعون او الفانكشن عفوا تاعون الانيت اميونيتي. هلا في عنا رح نتعرف على اهم الفاكتورز، اهم العناصر، اهم الاسلحه اللي بتكون منها الانيت اميونيتي. هذا الانيت اميونيتي كيف بدافع عن الجسم؟ شو هي الاسلحه اللي عنده؟ شو هي الفاكتورز اللي عنده؟ شو هي البارير؟ ايش يعني شو هي الحواجز اللي بحطها في وجه الميكروبات اللي بتفوت عندي على الجسم؟ وكيف بدافع عن الجسم؟ شو هي الياته؟ شو هي الميكانيزم تاعته؟ طبعا انا هون فقط حطيت لكم بس يعني العناوين الرئيسيه للناس اللي بتحب شوي، يعني اللي بتحب شوي موضوع خلينا نحكي، اللي بتحب شوي موضوع انه التلخيص، انه انا عندي الانيت اميونيتي تقسم الى ثلاث اقسام رئيسيه او الها ثلاث اسلحه رئيسيه. في عندنا الاناتوميكال، الهيوميرال والسيليولار ديفنس او السيليولار لاين. هلا الاناتوميكال او اللي هي الاسلحه التشريحيه تقسم الى ميكانيكال فاكتور، كيميكال فاكتور، وبيولوجيكال فاكتور، ورح نحكي عنهم بالتفصيل. طبعا الهيوميرال كمان بتندرج تحتها مجموعه من النقاط، والسيليولار او السلاح اللي هو بيعتمد على الخلايا بتندرج تحتيه مجموعه من الخلايا اللي رح نحكي عنهم بالتفصيل الممل. ورح نبدا انا وياكم مع اللاين الاول او مع
اناتوميكال باراير الاول. طبعا زي ما انتم شايفين هم مقسمين لكم اياها لميكانيكال كيميكال زي ما عندكم بصفحة 4، وعندك العامل الثالث اللي هو هيو بيولوجيكال اللي هو في صفحة 5. طبعا انا عارفة انه الكتاب هيك كاتبهن ومسويهن النقاط ورا بعض، ما تخافوا احنا رح نمر على النقاط نقطة نقطة ورح نشرح كل وحدة بالتفصيل. هلا رح نبدا باول شيء به عناصر الميكانيكال حتى انت تكون ماشي معي مزبوط. احنا حكينا الانات اميونيتي، حكينا الانات اميونيتي، طلع معي هاي الورقه اناتوميكال هيوميرال سيلولر. تمام، هلا انا رح ابلش في اول مجموعه من الفاكتور اللي بتنتمي للاناتوميكال بارير اللي هي الميكانيكال فاكتور، اللي هم الميكانيكال فاكتور. الميكانيكال فاكتور هدول هم السكن، التيرز اند سلايفا يعني الدموع واللعاب، موفمنت اوف اير واي او موفمنت حركه الهواء، ثرو الجي اي اللي هي الجاسترو انتستينال تراكت باي سيليا اور بريستيلس اللي هي الحركه الدوديه، والميوكس اللي بيكون موجود في الجي اي تراكت في الجاسترو انتستينال تراكت او في الريسبيراتوري تراكت. رح احكي لكم هلا، رح نبدا اول شيء حبه حبه وحده وحده. رح ابدا انا وياكم في اول ميكانيكال فاكتور اللي هو السكن. رح نبدا انا وياكم في اول ميكانيكال فاكتور اللي هو السكن. السكن كيف ممكن يدافع عندي عن الجسم، كيف ممكن انه يطرد هدول الميكروبات، شو الدور اللي هو بيعمله، شو الدور اللي هو بيعمله. طبعا بالنسبه للسكن يا جماعه الخير كلكم بتعرفوا انه السكن الطبقه الخارجيه من السكن تتكون من الابيثيريال سيل او سكوامس ابيثيريال سيل زي ما اخذته بالاناتومي وزي ما رح تاخذوا ان شاء الله او اخذته بالانسجه. طبعا السكن يعني بيكون هو خط الدفاع الاول اصلا عن الجسم، بيدافع عن الجسم بطريقتين. الطريقه الاولى انه هو نتيجه انه الخلايا تاعت الابيثيليال سيل يا جماعه بتكون شمالها كومباكت، ايش يعني كومباكت؟ متراصه بجانب بعضها البعض، هذا الاشي بخليها تكون طبقه امبريمبل تو مايكروبس، يعني لو المايكروبس اجى بده يدخل عن طريق السكن رح يلاقي الابيثيريال سيل اللي هم او الابيثيريال تيشو النسيج الطلائي اللي بيكون الخلايا تاعته متراصة بجانب بعضها البعض، عاملة زي حاجز طبيعي ضد وجود او ضد دخول هذه الميكروبات الى داخل الجسم. فاذا اول اشي انه السكن بيمثل او بيعمل زي طبقة عازلة بتمنع دخول الميكروبس. الشغلة الثانية انه بصير في عنا في السكن بين فترة والتانية عملية بنسميها ديسكومنتيشن. ايش يعني ديسكومنتيشن؟ يعني الطبقات الخلايا الميتة اللي هي بتكون موجودة على سطح السكن بصير لها زي انسلاخ، بصير لها كل فترة وفترة تنزل هاي الخلايا وبحل محلها طبقة تانية وبحل محلها طبقة تانية. هذا الاشي شو بصير؟ انه لو انا في عندي ميكروبس او مثلا بكتيريا عم بتحاول تفوت على الجسم وصار عندي هذا الانسلاخ للخلايا الميتة، بتتساقط الميكروبات مع هاي الخلايا الميتة على يعني بتتساقط في الهواء او بتروح او بتزول مع انسلاخ خلايا الابيثيليال سيل. فهيك بيشتغل اول ميكانيكال فاكتور عندنا. هلا بالنسبه للميكانيكال فاكتور الثاني اللي هو التيرز والسلايفا، يعني بدكم مش حدا يحكي لكم، مع نزول الدموع ممكن اذا في مثلا مايكروبس حابب يفوت على العين بينزل مع او بيطلع، ممكن يطلع مع الدموع. كذلك الامر السلايفا بتنظف دائما منطقه الفم ومنطقه الحلق عن طريق انه اللعاب، ممكن حركة اللعاب، ممكن خروج اللعاب من الفم يساعد على انه اذا في ميكروبات عندي في المنطقة انها تخرج خارج الجسم من غير ما تدخل وتعمل لي مشاكل. العامل الثالث اللي حكينا عنه اللي هو الحركة الدودية. يا مس كيف الحركة الدودية بدها تساعد على تخلص من الميكروبات؟ كلكم بتعرفوا انه الجي اي تراكت او القناة الهضمية بتكون من عضلات بتتحرك خصوصا بين الاسوفيجاس، عارفين شو الاسوفيجاس اللي هو المريء، والمعدة، عبوابة المعدة. طبعا الحركة الدودية هي اصلا الهدف الاساسي منها هو تمرير الطعام من الاسوفيجاس او من المريء الى المعدة، وكذلك الامر تمريره من الاستومك او من المعدة للانتستين او للامعاء. فكل زي ما انتم عارفين انه عضلات الامعاء كمان بتضلها تنقبض حتى تنزل الاكل او تحرك الاكل لتحت.
هلا مع الاكل اللي عماله بتحرك الهواء كمان بتحرك داخل الجي اي، مش انت وانت بتحكي بفوت هواء على تمك الا يفوت هواء على تمك، لما بفوت طبعا بده يدخل عن طريق كل القناة الهضمية لعند فتحة الشرج. هلا وهذا الهواء وهو نازل وهو ماشي وعن طريق الحركة الدودية، كذلك الأمر عن طريق السيليا اللي هم الأهداب اللي هي بتكون موجودة على في الانتستين واللي هي أصلاً وظيفتها إنها بتساعد في امتصاص الطعام، تمام، كمان بتساعد في تمرير الهواء داخل القناة الهضمية، وهذا الإشي طبعاً بيساعد على إنه هذا الهواء إذا في أي ميكروبات موجودة داخل القناة الهضمية تطلع مع الهواء عن طريق طبعاً فتحة الشرج اللي هي بآخر القناة الهضمية. بتمنى تكون فهمت شو قصدنا مرور او كيف الهواء اللي بمر داخل القناة الهضمية ممكن يتخلص من الميكروبات هذه. طيب في عنا يا جماعة الخير كمان عامل ميكانيكال رابع اللي هو الميوكس اللي بيكون موجود في الجي اي تراكت نفسها في القناة الهضمية، او طبعا بيكون موجود في كميات اكثر في الريسبيراتوري تراكت او اللي هي القناة التنفسية زي ما انتوا بتعرفوا، بتكون طبعا شو اسمه بتكون فيها كميات كتير كبيرة من الميوكس. هذا الميوكس او المخاط اذا دخل اي انفايدرز او اي ميكروبس على القناة الهضمية او التنفسية راح يتحرك هذا الميوكس ويحاول انه يطلع الى خارج الجسم ويرتبط مع هاي الميكروبات و يتخلص منها هاي يا جماعة هيهم الأربع ميكانيكال فاكتور اللي احنا حكينا عنهم. هاي الإبيثيريال سيرفيس للسكن حكي لك انه بيكون very impermeable، يعني ما بيمرر اي انفكتوس ايجنت، كذلك الامر عمليه الديسيكومنتيشن اللي احنا حكينا عنها. هنا حكينا عن الموفمنت للاير اللي هي عن طريق السيليا والبراليسيس، حكينا عن التيرز والسلايفا، وحكينا اخر اشي عن الميوكس انا فقط هم الاربع نقاط انا عارف انهم موجودين، وانا رجعت كتبت لكم اياهم هون ورجعت كمان كتبت لكم اياهم هنا اذا بالاخير الواحد يعني بلخص، لكن هذا الكلام غير كافي. انت لازم تعرف كل فاكتور كيف بيشتغل، طيب رح ننتقل من العوامل الميكانيكال رح ننتقل للاناتوميكال كيميكال. ايش هم هدول الكيميكالز؟ هدول ما بدهم كتير شرح، يعني السويت او العرق، تمام، والفوسفوليبيد اللي هي المركبات الدهنية اللي بتكون موجودة في العرق، مع خروجها وخروج العرق ممكن هذا الاشي ينقي القنوات العرقية، او اذا في اي ميكروبات عم تحاول تفوت عن طريق هذا المدخل للجسم. اللايزوزايم الموجود في التير والسلايفا، وهي يا ريت الكل ينتبه لها. هلا اذا انا عم بحكي عن التيرز والسلايفا كتيرز وسلايفا يعني كهيك المادة نفسها، فهنا انا عم بحكي عن ميكانيكال فاكتور، لكن اذا انا بحكي عن اللايزوزايم اللي بتنوجد في التيرز والسلايفا عم بحكي عن كيميكال فاكتور، فيا ريت ننتبه لهي النقطة. انتبه، اذا انا بحكي عن اللايزوزايم، هلا التيرز والسلايفا تمام فيهم لايزوزايم، اذا صارت مكافحة الميكروبس عن طريق هاي اللايزوزايم، هون اللي كافح هو كيميكال ايجنت مش ميكانيكال ايجنت، لكن اذا الميكروبس انطر على الجسم عن طريق نزول الدمعة كاملة او نزول السلايفا او خروج عفوا السلايفا من الفم، فهذا الاشي طبعا بصير ميكانيكال. لكن اذا مثلا الدموع موجودة مخزن جوات العين والسلايفا موجودة في اللعاب، فهو ما يعني الميكروبس كيف قضينا عليه؟ عن طريق اللايزوزايم اللي موجودة او بتدخل في تركيب السلايفا والتيرز، لكن التيرز ما طلعت في الحالة هاي او السلايفا ما طلعت من الفم، فهذا بيكون عندنا كيميكال فاكتور. في عندنا اللوبي اتش زي ما انتم بتعرفوا اللي هو طبعا اكثر اشي بتشهر فيه الاستومك. الاستومك بطبيعتها هي البي اتش تاعتها قليلة حتى طبعا تضمن تكسير المواد او هضم كثير من المواد.
سبحان الله. كمان في اهميه لل HCL اللي هو موجود في المعده، انه بيعمل بي اتش قليله، ما الميكروبات ما بتقدر تعيش في هذا المكان مع البي اتش القليله هذه، مع البي اتش القليله هذه. في عندنا ديفنسين، هذول عباره عن مجموعه من البروتينات اللي بتكون حجمها صغير تمام، لكن مفعولها كبير، بتكون موجوده بالعاده باللنج وبالجاستروانتستينال تراكت، يعني بتكون موجوده بالعاده بالرئتين او بالقناه الهضميه، واللي لها تاثير قاتل على اللهم صل محمد على الميكروبات المختلفه، فممكن انها تقتل بعض الميكروبات. طبعا بدك تحكي طب مس معناته ايش الحاجه للاكوارد اميونيتي اذا انا عندي كل هاي البرايه؟ ما هو هذا الكلام ممكن يقتل بعض الميكروبات، بس بعض الميكروبات ممكن تقاوم كل هاي احنا الفاكتورز اللي عمالنا بنحكي عليها. في عندنا السيرفيكتانت، السيرفيكتانت كمان هي مجموعه من المواد اللي بتنشط عملية الفاجوسايتوسيس أو بتنشط عملية البلعمة اللي بتقوم فيها بعض الخلايا الأنات الميونيتي، زي لما رح نحكي عن السيليولار ايجنت. فهذه المواد كمان تعد من الكيميكال فاكتور. بالنسبة للأناتوميكال فاكتور، المجموعة الأخيرة اللي هم البيولوجيكال، اللي هم النورمال فلورا، اللي هي مجموعة من البكتيريا اللي زي ما أخذته بالمايكرو بتعيش بشكل طبيعي في جسم الإنسان، وهي ممكن تكون لا مفيدة ولا مضرة، وبالعكس ممكن تكون في بعض الأحيان مفيدة، زي البكتيريا اللي مثلا موجودة في المعدة بتساعد على هضم الطعام. كذلك الأمر في بكتيريا معينة ممكن تكون موجودة في المعدة أو في الأمعاء أو على سطح الجلد، تفرز مواد معينة تقتل، تفرز مواد معينة تقتل البكتيريا الثانية أو الميكروبات الثانية تمام، تفرز مواد معينة تقتل. يعني تخيلوا هاي هي النورمال فلورا تمام، هاي النورمال فلورا شو مالها، افرزت مواد معينه كانت هاي المواد توكسيك للميكروبس اللي عماله بحاول يفوت على الجسم. هلا ممكن تشتغل بطريقه تانية، انه هلا هي انتوا عارفين هي كائن حي بالاخير بتحتاج لغذاء، والميكروبس كمان اللي داخل لجسمك بيحتاج انه يتغذى، فممكن ايش تعمل، تسرق او تاكل هي المواد الغذائيه فتمنع الميكروبس انه يتغذى، فيموت هذا الميكروبس لانه ما يقدر يتكاثر، لانه ما عماله بيلاقي فود او غذاء حتى يتغذى عليه. لحد هون بنكون خلصنا هذا الجزء من المحاضره مع نهايه الاناتوميكال باريير للانفكشن.